سؤال ثالث يا أخي، يعني بعد الزواجات سامحهم الله، يعني لما تطلبهم في فراش الزوجية يعني لا يقبلون، وحتى وإن قابلوا يعني ما تكونش ما لا تكون هناك رغبة، يعني رغبة رغم أنك تقبل بذلك الطلب منك لكن لا تكون رغبة، يعني جواز. طيب هاد يعني حضرتك بتسأل تقول حكم المرأة إذا طلبت إلى فراش الزوجية ولم تأتي، وإذا أتت تكون يعني بلا رغبة. تكون رغبة. تمام؟ السؤال تمام. صحيح كده؟ إيه الأسباب يعني؟ تمام. طب الشيخ يسألك ما الأسباب يا أخ عصام؟ إيه الأسباب؟ بدون سبب ولا في سبب؟ والله لا أعلم، يعني تسألها الأسباب دائما تقول لك ما عندي سبب، يعني المسائل خصوصا بعد الإنجاب. بعد الإنجاب. بعد الإنجاب أي. تمام. نعم. تمام، جزاكم الله خيرا يا أخ عصام، وتسمعوا الإجابة إن شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا. طيب، هو السؤال الأول عن العقيقة، هل تجوز قبل اليوم السابع أم لا؟ طبعا جائزة قبل اليوم السابع، لكن السنة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنما يعني في اليوم السابع يسمي الابن ويعق عنه، قبل أو بعد خلاص جائز، الأصل فيه الجواز يعني. تمام يا شيخ، جزاكم الله خيرا. طيب، يقول عن الفوز في جوائز البرامج والمسابقات، إذا لم يكن ذلك بمقابل مادي أي فلا مانع، فلا بأس شرعا. تمام. إنما لو اتصل سؤال وجاوب أو إرسال متصلين مثلا خلاص ماشي. بس في النهاية ما يكونش الرسالة رسالة عادية أي مش رسالة بمبلغ معين، أنا دافع فلوس أي والناس اللي بتشتغل معنا قمار رهان. تمام. فيدخل في اطار ان الكل راهن، انما الرساله العاديه اللي زي اي تليفون بيبعتها، اللي انت ممكن تبعتها لصديق لاي حد، خلاص ده التكلفه العادي. ايوه تمام خلاص. يعني قصد حضرتك ما تكونش رساله محدده بمبلغ غير المألوف. غير المألوف اه. ونبدا نعم. بقى نخش فنبقى دخلنا في رهان. دخلنا يعني. في رهان نعم. تمام. طيب، هو يسال بعد ذلك عن حكم الزوجه التي اذا طلبت الى الفراش لم تاتي واذا اتت اتت غير راغبه. الزوجه اذا طلبت الى الفراش ولم يكن عندها عذر شرعي معتبر تأثم شرعا. نعم. كما الزوج أيوة. يأثم شرعا إذا طلبته الزوجة فأبى بلا عذر شرعي معتبر. تمام. بمعنى إني لا والله أصلي بعض الستات بعد ما بتولد خلاص، يعني أنت حضرتك كنت جاي متجوزة عشان تساهمي في البشرية بمولود وخلصت كده قضيت الحمد لله، يعني اترضيتي يعني، ولا أصل الناس متجوزة عشان إيه؟ تعيف في نفسها. نعم. طيب مش راضية، طب لو راح اتجوز هتعملي إيه؟ هتطيني عيشة أهله. يعني ايه المطلوب منه؟ ايه يرجع يبقى زي المراهقين يمارس العاده السريه مثلا؟ يعني ما هو ايه البدائل؟ ايوه ما نفس الحال ينطبق على المراه اللي زوجها يأبى. انا بحب بقى الاجابه دي يا شيخنا جدا من حضرتك، ودايما بتجاوبها، حتى الاعلام التاني خد لنا كده مقطع وقال لك لما حضرتك جاوبت برضو نفس الاجابه في موضوع التحرش. لا بقى بص بقى وقلت لا يعني انا بس بربط لان شوف. ايه المرأة الرجل يطلب حقه من المراه؟ لا اصل هو القصه ويظن ان المراه ليست لها حقوق. في ناس أيوة. للاسف عينه دايما يعني هو اعور العقل. ايوه في عور في العين وفي عور في العقل. ايوه عقله ما بيشوفش الا حته واحده. حته واحده ده نص صح. يعني الاسلام امرنا بالتوازن، وقد يكون الانسان هذه ثقافته، ده حدوده في تناوله للامر. ما نعم. لا يحب. فانا في الامور اللي زي دي احب، لاني انا عارف معظم الشكوى الناس يقول لك ايه اصل المشهور ايه، والمراه اذا ابت تلبيت وتلعنها الملائكه. تمام. طب والراجل وإذا بقى؟ وإذا الراجل بقى عمل ده حكمه إيه؟ ملهاش حق هي مثلا؟ الملائكة تقعد تطبطب عليه تقول له ثبتك الله مثلا، مع نفس اللعنة، لأن تمام. القرآن قال كده ولهن مثل الذي مثل علي الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. درجة نعم. الشاهد هنا الناس بتنسى الأصل القرآني ده. أيوه إن للمرأة ما للرجل، فإذا أبت المرأة في حق الرجل بغير عذر شرعي معتبر خلاص؟ تلعنه. طب الراجل نفس الحاله يلعن. بس ليه؟ واحد يقول لك طب ليه الحديث جاب المراه؟ لان غالب الرفض في الحالات دي الاصل فيها، لان الاقوى في الرفض المراه. نعم. لان الرجل هو الحلقه الاضعف في الحاله دي. الرجل في الحلقه الاضعف في مساله الشهوه، هو يعني الاكثر تحملا احيانا في معظم الاحيان تبقى المراه، فهي الاقدر على هذا الامر. فجات عليه النية اللي غالبا إذا رفضت، لكن مش معناه حصر اللعنة والرفض في المرأة، لا. زي ما في القرآن قدم السارق على السارقة، في الزنا قدم الزانية على الزاني، هل ده معناه أن العقوبة مختلفة؟ لا، العقوبة واحدة.
ما هو الزاني والزانية بيجيلوا نفس العقوبة، والسارق والسارقة بيتعاقبوا نفس العقوبة. لكن التقديم والتأخير علة مين؟ الحلقة الأقوى في القيام بالعملية، السارقة جهد بدني عضلي بيقوى على الرجل أكتر، فغالب السرقات رجالة. نعم. لكن ما منعش إن المرأة بتسرق. الزنا الرجال والستات، بس العملية بتعتمد على إيه؟ لو الست رافضة، أيوة، خلاص مش هيحصل الاغتصاب بقى. طيب لو ست تريد والرجل يأبى لحد درجة معينة، لكن المرأة إذا موافقة من البداية جهد الرجل أقل. صحيح. مسألة الزنا ليه؟ لأن المسألة معتمدة بالأكثر، أن العنصر الإغراء متوفر في المرأة أكثر. نعم. كما عنصر السرقة متوفر عند الرجل أكثر. تمام. ما هواش اتهام لجنس، أيوة، قد ما هو الغالب إيه. تمام. فنفس الحالة في قضية المرأة والحاجات، زي ما أنا قلت في موضوع التحرش، أيوة، البرومو لهبل اللي معمول ده ومقصوص كالعادة يعني. طب هو مفيش ستات بتتحرش بالرجالة؟ فين ده موجود يعني؟ طبعا احنا طبعا موجود. موجود طبعا، وزي ما في رجالة بتتحرش بالستات ده الاصل. ايوه. وده اللي بيقول ده الغالب العام. تمام. انما في ستات تتحرش بالرجالة، بيحصل. بيحصل طبعا. نسبته قد ايه بقى؟ انا مش قاعد ماسك جهاز لا طبعا، بس احنا بنرصد واقع. لكن بتكلم ان يا جماعة زي ما احنا بنقول ان التحرش ما هواش سببه لبس بس، بدليل ان في منتقبات محجبات بيتم التحرش بيها، بنقول نفس الحاله. صح. يوجد تحرش، بنقول يا جماعه ان التحرش نسبته اكثر عند الرجل واقل عند المراه. نعم. زي لما بنقول اللبس ما بيمنعش التحرش، بس بيقلل نسبته في اتجاه معين. صحيح. عند مين؟ عند المتحرش الذي ينظر الى ثياب المراه. تمام. مش اصلا بنقول ان جسديها. السبب مش بنقول ان الهدوم السبب، الهدوم بتقلل النسبه في حته عند دماغ المتحرش، مش عند دماغ. مش بنقول ان هو ده السبب. تمام. ولا نجيزه ابدا. نعم. ايا كان اللي عمل معصيه معصيه. ايوه. فبس ده نقطه، عشان بما ان تناولنا الموضوع على بعضه، موضوع الرجل والمراه والقضايا. أيوة. دي ان يا جماعه الشرع لم يفرق بين معصيه الرجل ومعصيه المراه. إذا كان الرجل له حق فالمرأة لها حق. لها حق زوج أو زوجة. نعم. نفس الحالة. طب افترض الزوجة عايزة زوجها، يعني حتى برضو نفس الأمر، وهو منع نفسه عنه. لا يعني تعالى في الحدود دي قضية تانية مهمة يعني. من الأمور التي دائما ننقدها قضية استشهاد بعض العلماء والمشايخ في أن الزوج متى يحل له السفر المدة التي تتحملها المرأة. نعم. المشايخ يقول لك 4 شهور. ليه؟ يقول لك السيدة حفصة، سيدنا عمر لما سألها، سألت. أيوة. لما قرأ سمع أبيات المرأة كم تتحمل المرأة على فراق زوجها، فقالت 4. فبقاش عارف بأربع أيام. السيدة حفصة قصدت 4 شهور على أساس اللي هو الإيلاء، للذين يقولون من النسائم تربص 14. طيب ده اجتهاد السيدة حفصة، هل ده اجتهاد قرآني إلزام؟ لا. طيب السيدة حفصة ده رؤيتها. أيوه. إني المرأة تتحمل 4 شهور. طب في ست تتحمل 4 سنين، لو غار من وشها الزوج مش طايقة وشه أصلا، يا بركة يا جامع. أيوة. في زوجة لا تتحمل ساعة ولا يوم. 4 ساعات ولا يوم مثلا. هنحكمها إزاي؟ المعيار هنا إذن طاقة كل امرأة وطاقة كل رجل، وطاقة كل رجل، وأني بالاتفاق بينهما. إذا الشرع قال، قالوا أن لا يجوز أنك تنقلها من بلدها إلى بلد آخر لو هي مشترطة عليك عدم النقل. تمام. خلاص. ذلك طلع المثل بيقول لك ايه، بلدك فين يا جحا؟ بلد اللي فيها اكل عيش وفيها امراه ومنها مراتي. صح. ليه؟ لان ده الاصل، ان هي ما بيخرجهاش الا بالاتفاق، لكن اتفق معاه ان مكان اكل عيش انت معايا، خلاص هنا اتفاق. نعم. فالشرع في الامور دي راعى حقوق المراه وراعى حقوق الرجل. جزاكم الله خيرا على هذا الشرح والتفصيل مولانا.